حتى اعتقد ان الدكتور يوسف زيدان بيدعو الى استخدام العقل والمنطق في 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 شتى المناحي، يعني فلننظر على التناحر بين الاحزاب، التفتيت والتفكيك للقوى السياسيه، انه لازم نستعمل المنطق بدل ما احنا في حاله. بصي افتكر ان الدكتور يوسف قصده على الاقل في الحاله المصريه ان تجلس الناس وتتصارح فعلا. أيوة. يعني الفكره الاصليه في مصر انه الذي يقال فوق الترابيزه مش هو اللي بيتقال بالضبط تحت الترابيزه، فيبدو وكانه في شيء غائب على الناس. انا رايي ان دكتور يوسف زيدان قصده انه يا اخوانا اقعدوا. وقبل كده انا دايما بستعمل اغنيه، يعني اللي هي فكره ايه، يا حلو قول لي على طبعك ونمشي عليه. يعني هي الفكره ان انا مش ممكن امشي على طبعك ده الا اذا عرفته. فانا عايز اعرف المجلس عايز ايه، الاحزاب دي ناوي على ايه، الاخوان واخديننا لفين. يعني في لحظه فارقه في مصر وبدعى بها كثيره، مطلوب لحظه مكاشفه. يعني مفيش موجب ان انا مثلا ابقى عايز اقعد مكان الدكتوره هاله، وبعدين كل ما يقولوا طب تعالى اقعد اقول لا 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 انا ما بحبش ابقى في الصوره. بعدين في لا انا حابب بس طب اقول انا عايز اقعد مكانها ولا لا، او ايه شروطي. يعني هي دي الفكره بالضبط. بعدين الشعوب العربيه ظهرت من اجل الحريه والديمقراطيه، زي يعني كل الشعوب اللي ظهرت في الثورات ظهرت من اجل حريه وديمقراطيه. مفروض فيه يكون فهم اكثر ووعي اكثر لمفهوم الحريه والديمقراطيه. طب معلش بقى خليني احنا ننتقل للحاله الليبيه، لان انا عارفه طبعا ان احنا منتظرين انضمام ضيوف لينا، فعايزين انا والاستاذ نجاة تشاركني في اننا نساله بعض الاسئله عن الموقف في ليبيا. عايزين نتعرف عن الموقف في ليبيا، اذا كان انت بتقول قامت من اجل الحريه والديمقراطيه، ما هو مستقبل الثورة الليبية في رأيك؟ والله من وجهة نظري الشخصية وتبقى وجهة نظر، مستقبل الثورة الليبية متوقف على عقول الليبيين وعلى مدى تقبلهم لمبدأ المصالحة والمسامحة الوطنية. لو هدأت النفوس والستة مليون ليبي حبوا بعض وفي مبدأ العفو العام والمصالحة الوطنية باستثناء بعض الشخصيات اللي لطخت أيديهم بالدماء اللي قاموا بسرقة المال العام، هذوما يتم عرضهم على محاكمة عادلة. أما بقية التفاهات الثانية وتصفية الحسابات والحقد والحسد والغيرة على بعض، فالبلد أكيد مش حتمشي إلى الأمام. يعني حتكون مراجعة شعارهم المصالحة والمسامحة، بس أنا كنت عايز في قبائل مختلفة. بس أنا كنت عايز أسأل إلى أي مدى صحة ما يقال من أنه هناك تيار تكفيري قوي وهناك هدم لبعض المساجد القديمة بحجة أنها أبدا هذا كل ترويج إعلامي وكل صفقات إعلامية اللي موجود في الإعلام، فاهم كيف؟ ما فيش ولا حاجة. الشعب الليبي شعب طيب جدا وشاهدتي فيه مجروحة. يعني إني يعني إيه صفقات إعلامية؟ نعم يعني إيه صفقات إعلامية؟ صفقات إعلامية مو قلت لك راجع أو الخلفية أو الباك جراوند لهذا الموضوع، تصفية الحسابات. أنا حاقد من فلان أو متغاز من فلان في المجلس الانتقالي أو فلان أو من المجلس ككل، فيه مواضيع تصير تحت الطاولة من أجل الترويج لهذه الأخبار، فاهمة كيف؟ لكن بصفة عامة اللي بينشع طيب ونتمنى أن يعني ما فيش تخوف من سيطرة تيار معين أو تيار متطرف. ليبيا في الوقت الحالي موجودة على مفترق طرق، كل الاحتمالات جائزة، انها تصبح نيويورك ثانية جائزة، انها تصبح عراق ثاني جائز، كل الابواب مفتوحة على مصراعيها. حسم هذا الموضوع، افغانستان جديدة ممكن، وكل شيء متوقع. ممكن يعني ليبيا تبقى افغانستان في المستقبل؟ انا توقعاتي الشخصية ان ليبيا ماشية الى الافضل، لكن بما انها موجودة على مفترق طرق فكل الاحتمالات. يعني انت لما تكون واقف بسيارتك على مفترق طريق ممكن تمشي الشمال، ممكن يمين، ممكن ترجع الى الخلف، ممكن تمشي الى الامام، فكل الاحتمالات لسه الاحتمالات مفتوحة. المؤشرات بس تشير الى الخير ان شاء الله.